سلام الحبابات صحباتي، كلشي بخير، شي تعاودوا اموركم هانيه. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. دابا حنا غاديين ان شاء الله الحبيبي اللي دل نتقداو المقضيه ديال الشهر، وهانتوما معايا. يلا تبارك الله عليكم احبابتي، وبقاو معايا غادي نشوف اش كاين عندهم من جديد ونتقداو. حتى نتقدى اليوم من جوج ديال البلايص، من ليدل وتمشي للمركادونا من بعد. يلا بقاو معايا تبارك الله عليكم. حنا غندخلوا ان شاء الله لليدل باش نديروا المقضيه ديالنا ديال الشهر. انا كنتقدى مره في الشهر، ماشي ديما، كنتقدى مره في الشهر وكنعاود ندير ديك المقضيات ديال هكا اللي كيخصو اونتر في وسط الشهر. سمحوا لي على التلاعب باللغه. يلا غادي الورود والزهور لي بلونط لا بلونطاسيون. دابا بدات بدا الناس كيشريو لي بلونط ديال الخريف والبرد، هما هادو اللي كيشدو في الخريف وفي البرد، كيشدو سميتو عليه في البرد. vamos a donde هاد الماطيشه ما عندناش في المغرب، وزوينه كشفه خضراء من الداخل ديالها، راه فواحد واحد بنه انكرويابل. انا كتعجبني هاد الماطيشه، ما كنتش كنعرفها حتى جيت هنا وليت كنعرفها. هانتوما اللي بغا يشري النعناع والحباق يزرعوا في الدار. غير انا مع راجلي ما كيخلي ليا حتى شي حاجه تصدق، ما كنعرفش يسقيهم، ما كنتش انا مساليه تيسقيهم هو تيخربقهم. المهم انا المقضية ديال الشهر نعم. خواتاتي خرجنا من ليدل، كملنا لي زاشا داكشي، وغادي نمشيو دابا للميركادونا ان شاء الله. نمشيو للميركادونا باش نديرو لي زاشا اللي بقاو، وحنايا معاكم. شوف راه حنا دابا دخلنا للميركادونا، ولكن نوريكم كاع لي برودوي ديال الميركادونا. هادو كاع دوك لي فيتامين اللي كياكلو الناس باش فيهم فيتامين دي، بحال هاد بوليو بروبوليو. هذا البروبوليو ديال قالك ديال المناعه، اللي كيدير المناعه
لهاد الناس ديال كورونا كياخذوا، كاين اللي كياخذوا من ميركادونا وكاين اللي كياخذوا من لافارماسي وكاين اللي كياخذوا من بارافارماسي. المهم كاين بزاف ناس اللي تيتخطفوا علينا حيت انا مونش رخيص على الفارماسيان. هنايا كيس كي كونسيرن العيالات كاين علاش نقصوا هاد الاندو غناخذ الكول هذا ديال سمو الكول ديال الروميرو الغمارة ناخذو لان محتاجاه. ماسكاريات لا 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 اه هادو هادي كي تجي شحال فيهم هاد الناحيه كلها ديال النظافه مواد النظافه مواد النظافه ومخلطين حتى الاشياء ديال الكوزينه ولا شي بحال الالومنيوم هنا كلشي مواد النظافه ديال النظافه في الصابون انتما الصابون البلدي الصابون البلدي كنديرينو عرف شحال داير حو كدير 1.80 حنا عندنا الكوالا هاد 1.80 تشري بها 20 كيلو جوج او 400 دريال شحال شحال تشري ب 400 دريال هذا اللي عندهم مثلا الماكينات الصابون مثلا هذا راه كينقي الماكينات الصابون من العفان ومن الخنزير كي كتجمع للماكينات الصابون وكاين ديال الماكينات ديال الماء حتى هو بحالو
شوف شحال طلع سميتو عليه المقلاه، يعني هذا كارو عامر طلع علينا ب 69 اورو، 59.58 59 ما كامله 60 اورو، وكارو عامر وفيه بزاف ديال الاشياء. زعما هنا باش قلت لك قلت لكم مركادونا كتدخلها كتبقى هز 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 هز، وهادشي راه كاين شي حوايج والله ما محتاجه لهم بالله، عيه هزيتهم حيت راه جي جا معايا اليوم هذا الكسيده ديال الشرا هو راجلي تيشري تيهز بلا ما ندير، في الاخر كيبقى الحاجه حتى كترمى. المهم خليكم معايا باقي غادي لبلايص اخرين. انتما الزيونات ديالي، حنا وصلنا دابا وصلنا لحدا الدار، جينا من ليدل من ميركادونا وصلنا حدا الدار، دابا غنخويو الطوموبيله وانتما معايا غنوريكم لكم، غنوريك لي زاشا في الدار، المشتريات ديالها غنمشي نوري لكم في الدار ان شاء الله الا بغى ربي. مرحبا احبابتي اصحابتي متتابعين، المهم انا بغيت نوريكم المشتريات اللي شرينا ديال الشهر. المهم اللي ما كيطوقني ديما كنشري في هاد اللادات، هادي ديما تندير المقضيه ديال الشهر في هاد اللادات. المهم هادشي اللي كاين، ما كنتزاحمش انا كما قلت لكم ديما ما كنتزاحمش انا مع الناس ديال الاخر الشهر، كندير المقضيه ديالي تقدا ندير هذا المشتريات ديالي ديما تنديرها في هاد اللادات 23 24 25 تندير فيها هاد المقضيه، تنتقدا داكشي اللي خاصني اصلا، وكنخلي لا شي حاجه بحال البيض بحال الحليب بحال داكشي اللي كيخسر كنخليه فاش ما يتقاد كنعاود نشريه، ولكن داكشي اللي ضروري مثلا الضروريات ولي زوفر مثلا حيت يكونوا دي هذا تيكونوا دي زوفر في هذا كنتقدا تندير مثلا كنبروفيتي وكنتقدا كنتقدا ديك لي زوفر. والخضره مع انتم عرفتوا الخضره ديما راها ضروري تقدا بنادم الخضره عادي كان انا تقديت من ليدل ومن ميركادونا. المهم ليدل المقضيه ديال ليدل هي هادي خيزو مع دايرين شويه رقيق اخر، دايرين خيزو اخر خديت منه جوج خنشات ديال خيزو ياك، وهذا والكيمات وخديت عندهم هذا ديال التنظيف امونياك وديال التنظيف الدار، واخا قاصح شويه ولكن انا كناخذو على قبل بحال هكا الا كان شي دام في الكلا السرابت ديال الكوزينه داكشي كنخدمو في الماشينه لافي، ما كنخدموش بيدي في الماشينه لافي، كنخدم هاد الامونياك زويون هو وجرب الصوص هذا ديال تنظيف الملاحظات المراحل. وخديت الروز تاعو من ليدل الروز ديالو زويون. وشنو اخر خديت من ليدل وخديت منهم هاد الماكينه لقيتها اوفر بونو داكشي اللي كيجيبو ديما كل خميس، لقيت هادي دير 10 اورو كت تاع عمر بالحجره، هادي كديري بها كاع المناطق ديالك رجليك والمناطق الحساسه كديرهم بهادي واخا بالماء ما تخسرش. المهم هاني شريت هادي وشريت هاد الشوفان، الشوفان عندهم راه زوين ورخيص، شريت عندهم جوج باكيت ياك، وشريت البيض البيض من عندهم تما البيض ديالهم هذا ديالهم هما البيض ديالهم ديال اللي يدير زويون ديما تيجيبوه في خي في عكس بعض البلايص بعض لي سوبر مارشي كيكون عندهم مزيانش، وانا مجربه ديال ليدل ديما تيكون مزيان. وشريت العدس قاد عليا العدس العدسه قادت العدس، وانا ناخذ هذه العدس هذو المشتريات ديال ليدل. المهم وخديت واحد بلاتي نجيب عليكم خديت هاد النشار هذا كاع علاش مشيت النشار تيوقف على رجلي بالرويد، من نركبو راه هو تيبان لكم الصوره، من اللي غنركبو غادي نوريه لكم دابا يلاه خديتو تنركبو وان شاء الله نوريه لكم كيفاش يجي في الوقت هذاك، حيت انا عندي داك الاخر ديال ديمان ديال تتلافي عندي، ولكن بدا بدا تيطرحوا لي السوق وداكشي، وميم طوم تيشد ليا في نفس الوقت كيشد ليا مساحه، هذا ما
كيشدش المساحه كديرو في شي قنيه وتنشر فيه فيه بزاف ديال البلاصات نشر. المهم مني جا في اليد الحنت العام اللي فات جا وكنت انا ما قادراش وكنت باقا عليانا شويه ولا ما تنتحركش مزيان ما شريتوش ديال الكلاص ولا كتخربق الدانون داكشي درتهم في الثلاجه حيت غيخسروا. هادشي اللي شريت من ليدل المهم ماشي غالي راه. وشريت هذا تشيري مويه، هادي تشيري مويه راه غتكونوا عارفينها راه مزيانه كيهضروا عليها بزاف الاطباء بلاتي نحلها ونجيب لكم وحده باش تشوفوها مزيانه. غتكون حتى في المغرب كاينه ضروري تكون في المغرب. هادي تشيري مويه راه كيهضروا عليها بزاف الاطباء راه قال لك هي انتي كونسير زعما ديك لي سيلول ما كتخليش لا سيلول ديال الكونسير كدير كتقتل لا سيلول ديال الكونسير. وهضروا عليها بزاف الاطباء ديال التغذيه، هضر على الاستاذ حليمي وهضر على الاستاذ فايد الفايد وهضروا عليها حتى ناس التغذيه في اسبانيا وفي فرنسا. عندنا متبعه جوج ديال واحد فرنسي وواحد هنايا في اسبانيا كيهضر على شي التغذيه. وهاد شي تشريمويات ديما كيقولوا بانها راه فيها واحد الماده انتي اوكسيدون وكتصلح لواحد كتحارب دوك لا سيلول كونسيريخينات. المهم انا شريتها تنشريها في كل عام ملي كتجي كنشريها كنستغلها في المده اللي كتكون تنستغلها تنشريها حتى كتدير تتفوت. وشريت لا هادو من ميركادونا هادشي كلشي ديال ميركادونا. نشريو هذا الخبز ديال اليومي ديال انا كنعجن ندير خبز خبزتي انتغرال
ديما، وانا ديما تعجبو هاد الخبز البيض، ديما متى تقاد لي الخبز كنبقاو نمشيو نخبزو كنشريو لي خبزه في النهار ولا اللي قسم الله. والمهم هادو هما المشتريات ديالي اللي شاركتها معاكم، وكنتمنى بلاتي شاركت معاكم المشتريات ديالي وكنتمنى يعجبكم هادشي كله. وانا شاركت معاكم المشتريات هي باش تعرفوا اللي مثلا ساكن في اسبانيا راه بعض المرات كيجيو شي حوايج زوينين في ليدل. انا بعدا كيعجبني ليدل، كنمشي كل خميس عا كنبركك الا بان شي حاجه كنخطفها، ماشي ما كنخليهاش. لا حيت شرينا كاع لي ليكترو ميناجير ديال الدار عندي كنشريهم من ليدل وسا ديور. الا شحال تيديو لك عاد تخسر مثلا شي حاجه وشوف تخسر ولا ما تخسر. المهم ليدل ديما انا كنشريه، كنشري سميتي عليه كنشري وكنتهنى منه، والله كنتهنى من افكار غيخسر ما غيخسر لا، ولكن راه ماركة زوينة ليدل صراحة. الله انا ديما كنشري منها انا، يلاه بديت باش ما نقولوش راني مازال ما عندي لا انا عندي لي زابوني ما عندي لا ديك اللعبه ولا اشهار ولا اللعبه. انا غير تنقول لكم حيت ليدل راه كيجيبوا فيه اشياء زوينه، انا ندبي قبل ما تندير كاع ما دايره لا قناه لا والو، يلاه بديتها. ولكن انا ديما كنشري من ليدل لي ليكترو ميناجير الحوايج اي حاجه جبتها ليدل زوينه وعجبتني وكتكون فيها عجباني كنشريها من ليدل. وميركادو انا كنشري منها الخضره هادشي ديال كلشي اللي الماكله تمام كنشري من ميركادونا. وليدل تا هو بعض المرات كنشري منه شي حويجات اللي كيعجبوني اللي هما ما عرفتش لا لقيت شي اوفر ولا غالبا تيكون الفروي تيكون في ليدل بزاف. بعد ما هنا في اسبانيا بالاخص كيديروا بعض المرات لي زوف في ليدل في هذوك الفواكه. والمهم هنا نخليكم وغادي نختم الفيديو ديالي بالمشتريات ديالو بكل شيء، ونتمنى يعجبكم وينال اعجابكم. وديروا لايك سبسكرايب اللي مازال ما دارش التسجيل، وكوموند وفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وبارطاجي مع الناس اللي كتعرف والاصدقاء باش تفعلوا لي القناة ديالي. وكنتمنى تكونوا متابعين دائمين ان شاء الله. تبارك الله عليكم، باي.